الاستوديو السيدة لينا قنوع، محللة أسواق مالية عالمية من مجموعة إكويتي. أهلا بك يا أستاذة لينا. يعني في البداية نتحدث عن اجتماع الفيدرالي الأمريكي، ما الإشارات أو الدلائل المتوقع خروجها من اجتماع الفيدرالي الأمريكي بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية؟ أهلا بك. بداية بالنسبة للاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي سيبدأ جلسته اليوم والقرار سوف يكون يوم غد، هناك يعني ينتظرون بفارغ الصبر ما سيأتي به اجتماع الفيدرالي الأمريكي، سواء من حيث السياسة النقدية والتوقعات المستقبلية. هناك التوقعات غالبا هي مخيبة الأمل، ربما لا يكون هناك حزم تحفيزية، لكن تتوقع الأسواق ربما الحديث يكون عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي ارتفعت بشكل كبير، وخاصة أنه عدد من المسؤولين وأيضا من الاتحاد الأوروبي وكريستين لاغارد لا يحبذون ارتفاع عوائد سندات الخزانة بشكل كبير. أيضا هل سيكون هناك حديث عن التضخم، وخاصة أنه هناك التوقعات المستقبلية حول ارتفاعات التضخم مع حزم التحفيز الأمريكية، لكن جانيت يلين لا تبدي أي يعني قلق من ارتفاع التضخم. نعم، كما ذكرت يعني عن التوقعات بنمو الاقتصاد الأمريكي وبفضل حزمة التحفيز، برأيك كيف سيتعامل الدولار مع ذلك؟ يعني هل سيضغط ذلك على الدولار أم سيساعد الدولار؟ نعم، بالنسبة للدولار الأمريكي مع حزمة التحفيز الأمريكية، دائما حزمة التحفيز الأمريكية هي كما توقعنا أنه هي تكون يعني تؤدي للضغط على الدولار الأمريكي، لكن يظهر أن السيناريو اختلف. الاتجاهات الهابطة ما زالت لكن لم تثبت إلى الآن، وهذه الارتفاعات التي نشاهدها بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، نحن وصلنا إلى أعلى مستوى أو بأكثر من عام هذه المستويات التي وصلنا إليها. ربما الاتجاهات التي سوف أو التوقعات بأن يقوم الرئيس جو بايدن برفع الضرائب سوف يضغط أو يحد من التأثيرات السلبية لحزمة التحفيز الأمريكية البالغة 1.9 تريليون دولار، يعني بشكل عام هي حزمة ضخمة مقارنة بالحزمات الأخرى، وخاصة بعدم وجود توقعات بأن يكون هناك حزم تحفيزية أخرى. وربما هناك يعني أسعار الفائدة المتوقع أنه هي حتى عام 2023، ربما يتحدث الفيدرالي الأمريكي أو الأسواق تترقب أن يكون هناك رفع أسعار للفائدة نتيجة التوقعات بارتفاع التضخم، لكن أعتقد أنه لن يقوم بهذه الخطوة لأنه ما زال التعافي الاقتصادي ليس متينا بشكل كبير. فالتوقعات بأن الدولار الأمريكي سوف يشهد المزيد من الارتفاع في هذه الفترة، إلا إذا شهدنا استقرار في عوائد سندات الخزانة الأمريكية أو انخفاض أو ارتفاع في التضخم، فسوف نتجه إلى الاتجاه الهابط للدولار الأمريكي. لكن هناك ترقب للاجتماع الفيدرالي الأمريكي، سوف نرى ماذا سيحصل عن هذا الاجتماع وما التوقعات المستقبلية حول هذا الاجتماع، ثم سوف نحدد كيف سوف يتجه الدولار الأمريكي على المدى البعيد. نعم، أيضا التعليق يعني استخدام لقاح أسترازينيكا كان له تأثير واضح على أسواق النفط، ربما يذكرنا بالمشهد العام الماضي في مارس العام الماضي ما حدث في ظل هذه الجائحة. توقعاتك للنفط في ظل هذه الجائحة والموجة الثالثة في أوروبا باختصار؟ طبعا بالنسبة لأسعار النفط يعني ارتفعت بشكل كبير من بداية عام 2021 من خلال كما تعرفين تخفيضات أوبك بلس، تخفيض الطبع من قبل السعودية وغيرها من العوامل الأخرى التي أثرت، لكن أيضا ارتفاع الدولار الأمريكي له تأثير سلبي على النفط، وخاصة أيضا تراجع الطلب من أوروبا ربما يحصل مع توقيف أسترازينيكا، وبالتالي سوف يضغط على أسعار النفط لأنها تحتاج يعني التقاط أنفاس. لكن أسعار النفط على المدى المتوسط والطويل هي مرتفعة، وربما نرى مستويات عودة لبرنت لـ70 وأيضا للخام الأمريكي في الخفيف ارتفاع. نشكر لك حضورك يا أستاذة لينا قنوع، محللة أسواق مالية عالمي، ونختم معك نشرة تداول لليوم. شكرا للمتابعة. We'll be right back.